ونعم تحكيكي معك، لكن المفتاح عنده هو، مفتاح بيت لوتيل عنده هو. اقنعني بالحكايه هذه وحبيت ننساها، مش نسيتها، والدليل انا لتو ما نسيتهاش الحكايه. الشك الثاني اللي ولا سهرته البرا برشا، يشرب برشا. ما من جاتني صاحبتي قالت لي راهو نهار انت مش في الدار، انا بطل سويق صديفه، راهو راجلك دخلت للدار راهو بولد عليا، حب يقربها لي، حب يتحرش بها. اما هي خرجت في نفس الوقت حبش تقول لي، جبت روح على الحكي، ما حبش تقول لي حكيكي معك. جيريني كيف كيف خدش من جارة تقول لي راهو راجلك تبولد عليا، راهو راجلك يغزر لي غزره خايبه، وديما نعدي فيها على اساس خاطر اولادي، نحاول نتفادى خاطر اولادي باش نقول حياتي معاه تكمل. دابا راسه كان اللي يحب يعمل حاجه قدامه ما يمنيش فيه، ديما نقول يجي نهار يتصلح، ديما نقول يجي نهار يتصلح. لكن وصل لعمر 52 سنه، ماهوش صغير، 52 سنه، بنتي صغاري كبروا، حسيت بها ولا يفهموا الكلام، يفهموا طريقته كي يدخل الدار شارب. بقيت حكايه فارغه باش نزيد معاه نواصل معاه، ماشي يتعب لي ولادي تعبني انا. حكيت مع دارنا قالوا لي لا ما طلقش، مازالت صغيره، تلاقي 34 سنه مازالت صغيره على الطلاق. مشيت قدمت قضيه في الطلاق بالانشا، لقيت برشا صعوبات، لقيت روحي وحدي في الافا، يعني مسؤوليه كبيره ما بيني على خاطر ثلاثه صغار، واللي يجي تحكي معاه يقول لك لا ما طلقش، مش تجي تاخذ حقك صعيب، مش تجي تقدم قضيه صعيب. عملت قضيه نفقه ما وصلت لحد شيء، خاني يعني جرحني برشا بكلامه، كلامه خايب، حتى في المساجات يبعث لي فيهم مساجات في التليفون، مساجات خايبين. صغار كيف تاثروا بالحكايات هذم برشا، كلامه الخايب تاثروا به. انا بنتي تحس بها ولات عنيفه برشا، ولدي كيف كيف، ولدي ولا الطريقه اللي تصرف بها بوه معي انا، الضرب والعنف، ولا يتعامل مع اخواته. بنتي تقول لي ما نرجعلوش، انت تو بوها تقول لك كان بوها باش يعطيني مصروفك اهو. عندك طفل اللي تحس بيه قريب لبوه، تحس بيه يحبه وتوحش بوه، اما قال لك ما غير ما يعيش معنا، نعيش وحدنا خير. يعني تحس بيه منفرين، اما بحكم الهبوم توحشوا شويه شويه. مش انا يعني قلت كان بدل يكون راهو نحاول نرجع، كان بدل ما تبدلش، اقتنعت هيك هو الحل. تحب يخونك قدموا دابا راسه. الألم اللي سمعناه لدى المرأة اللي تكلمت بقلب دامي الحقيقة، بقلب كله حسرة وكله حزن وكله أسف على عشرة، إنسان تعطي فيه ثقتك، إنسان تمنحه كل عزيز، لأنه العواطف والمشاعر وبناء أسرة وبناء عائلة وفما صغار في الحكاية، هذه أعز ما يملك الإنسان في الدنيا، ومع ذلك تلقى ردة الفعل من الطرف الآخر، ردة فعل ما تتنساش ومش ممكن تتنساه، لأنه تخدش كل هذه المكاسب اللي حققها الإنسان في حياته. تجمو تتفاعلوا معنا من خلال التليفون 74-621-607، يخليكم مباشرة معنا باش تحددون تفاعلكم مع هذه القضايا، قضايا اللي زدني علما يحب يثيرها ويحب يدخل في مواضيع قد تبدو إلى البعض مسكوت عنها أستاذ محمد، لأنه البعض يراها من الحاجات اللي لازمنا نخبيوها، والبعض الآخر يقول لك لا، لابد أنه نجاهر بها، ولابد أنه نطرحها، ولابد أنه ندرسها، وتكون الناس الكل والأطراف الكل تحاول تبحث عن حلول لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين. عندما نتعرض إلى مثل هذه المواضيع التي لم تتعودها أبصارنا وأسماعنا في مجتمعنا، ومجتمعنا عادة ما ينأى بنفسه عن الخوض في مثل هذه المواضيع، نحن أتينا بها لأنها من الأمراض التي بدأت تتفشى شيئا فشيئا، ولأنها تهدد آخر معقل يمكن أن يقوض ويمكن أن يهدم، وهو الأسرة في مجتمعنا العربي الإسلامي من جراء تيار العولمة. فأردنا من خلال عرض بعض هذه الظواهر الاجتماعية السيئة والأمراض الأسرية، من باب ماذا؟ من باب أن نقي شبابنا
من الوقوع في مثل هذه الأمراض ومثل هذه الآفات، وكذلك من باب المعالجة بالنسبة للذين وقعوا في هذه المصيدة. ونحن اليوم أو الليلة نتحدث عن الخيانة الزوجية، نتحدث عنها. والقرآن إذا ما عدنا إلى كتاب ربنا لتبين أن الله كما يتحدث عن الحق وتحدث عن الإيمان وعن الحب وعن الرحمة، فإنه كذلك يتحدث عن الفواحش، يتحدث عن السرقة، يتحدث عن الكذب، يتحدث عن الخيانة، عن الزنا، عن اللواط، إلى غير ذلك من الأمراض يعرضها القرآن من باب أن يستفيد المسلمون منها وأن يتجنبوها في واقع حياتهم، وخاصة في المجال الأسري. موضوع الخيانة الزوجية هو يعد من قضايا الشرف أستاذ أحمد، والإسلام تعرض لهذه القضايا بشكل لافت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. عموما قضايا الشرف اهتم بها الإسلام، وإحنا ذكرنا في حصة سابقة أن مقاصد الشريعة الإسلامية تستهدف 5 كليات، من بينها حفظ العرض، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. فحفظ الأرض هو من مقاصد الشريعة، وهو من الكليات 5 اللي جاءت شريعة الإسلام لكي تقيمها وتحافظ عليها وترعاها وتصونها. من هنا يكون اهتمام الإسلام بقضايا الشرف مهم جدا، والإسلام أولى هذه الناحية اهتماما بالغا. ونرى أنه في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث النبوية نرى توجيهات، حتى مش بطريقة مباشرة، أحيانا بطريقة غير مباشرة، تصب في مسار الحفاظ على الشرف والحفاظ على الكرامة الإنسانية. موضوع الخيانة موضوع كبير ياسر، هو الخيانة الزوجية هي جزء من الخيانة. الله تعالى ذكر الخيانة بمختلف صياغها في القرآن الكريم 16 مرة. 16 مرة. 16 مرة. لا تخونوا، مثلا قول الله تعالى في سورة الأنفال: إن الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنهى عن الخيانة عموما. ومن ضمن أنواع الخيانة تكون الخيانة الزوجية، الخيانة الزوجية اللي نتحدث عليها بشيء من التفصيل في هذه الليلة، والله المستعان. احنا خلينا نشوف مشاهدينا الأعزاء اللي يتواصلوا معنا، شو مفهومهم للخيانة الزوجية، شنو تعريفهم للخيانة الزوجية؟ مصطلح قد يبدو غريب على البعض، ولكن مصطلح فما قريب إلى الأذان عند البعض الآخر. خلينا نشوف هذا المفهوم تحديدا في أذهانكم شنو معناه. شنو مفهوم الخيانة الزوجية حسب رأيك؟ نقص في الشخصية، معناتها اون برينسيب هو نقص الشخصية بالنسبة تربية أخلاق، هذاك هو معناتها اللي هو مونك، اللي هو يحس روحه معناتها إنسان مريض بالنسبة لي أنا. عندها برشا نواحي للخيانة الزوجية، فما تقصير في من ناحية الزوجة، فما تقصير من ناحية الزوج، هما مشاكل في العائلات تخليك الراجل يهرب. والله مفهوم الخيانة الزوجية بالنسبة للراجل، معناتها كي تبدأ مرته ما هيش مريقلة معاه، معناتها أمور مادية ما هيش منظمة في دارها، معناتها سبونتاني راجل باش يمشي يخونها. بالنسبة للمرأة كي يبدأ راجلها يخزر البرة، دونك حتى هي باش تلقى عندها، معناتها عندها مونك، دونك تمشي تخون راجلها. قلة الاهتمام من الخيانة هي مولودة من قلة الاهتمام من الطرفين بعضهم، سواء الرجل سواء المرأة، راهو مش نقولوا راجل ولا امرأة. الخيانة الزوجية تتأتى من انعدام الثقة بين الزوجين، وإلا يكونوا زوجين انعدام الحب، وإلا نقص في الحب من طرفين. نورمالمون باش نتفاداوه، نورمالمون نتفاداو الزواج بين مثلا الاقارب، نورمالمون لازم يكون الزواج عن حب. بالنسبه لي انا الخيانة الزوجية هي اكثر حاجه ممكن تكون تدمر عائله في بعضها، معناتها اللي يوصل تخون الراجل يخون مرته، ولا المراه تخون رجلها، معناتها
آخر مرحلة أنك أنت تنجم تصلح بعدها. الخيانة الزوجية حاجة مش باهية، حاجة قاعدة تدور في مجتمعنا تويكا، يمشوا ضحيتها الصغار، يمشوا ضحيتها الوالدين، يتعبوا في جرة الراجل والمرأة اللي تعبدوا بعدوا على بعضهم. حسب رأيك أنت بشنو نجموا نحميوا الأسر متاعنا من الخيانة الزوجية؟ بالاستقرار العائلي، لازم استقرار بين المرأة والراجل والتفاهم قبل ما يدخلوا في الموضوع هذايا، وقبل ما يدخلوا ديار ويعملوا ديار يفهموا رواحهم على شنو قادمين أول حاجة، وثاني حاجة مش عارفة يعرفوا بعضهم مليح. ما تخليش إذا أنت مكش مقتنعة ولا مثال اقتناعك ناقص مش لازم تكمل. يلزمنا كي يجيو زوز، معناتها زوز أطراف مش يعرسوا ولا باش يختاروا بعضهم، يلزمهم يكونوا على حب فهمتا ومتفاهمين، سينوم يعني توقع على الخيانة الزوجية سهلة فهمتا. المفهوم تاعي يعني تكون العائلة مستورة لاباس عليها، هكاك باش تنجم تحميها، صغارك تعرف كيفاش تربيهم، هكاك تولي أمورك واضحة. لازم يكون موجود التفاهم ما بيناتهم والكل، محبة والمودة والكل هذه اللي تخلي تحافظ العلاقة بين الرجل والمرأة. الثقة بين الطرفين أول حاجة، وثاني حاجة أنه الطرفين يهتموا ببعضهم أكثر من لازم. معناها إذا كان مش تبنى أسرة من غير حب ولا من غير سامحني مش تكون الخيانة، معناتها لازم الطرفين يكونوا متفاهمين في بعضهم، معناتها كي تصير مشكلة بين المرأة والرجل لازم يكون فما تفاهم ما بيناتهم. نوعيو، نرجعوا لديننا، نفيقوا على رواحنا، ما نحاولوا معناتها المشاكل معناتها في وسط العائلة نحلوها في بعضنا، ما نراوش الطرق هكا، مش نبعدوا على المشكلة، نقربوا لها. المرأة تكون مكوفرية دارها، صغارها، رجلها، نتخيل الرجل علاش مش يخون؟ إذا هو لقي كل شيء، يعني المرأة اللي تحبه، المرأة اللي صينته، عطيته قدره، تسمع في كلامه، قايمته بصغاره. المرأة ما يلزمهاش تكون مقصرة، يلزمها تعمل اللي عليها، ويلزمها تعرف تختار الرجل اللي باش تكمل تعيش معاه. الحكاية الحقيقة تطويل برشا، كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده موقف، وآخر كلمة قالت في الروبورتاج المرأة يلزمها، المرأة يلزمها، والمرأة يلزمها، والرجل زعما يلزم ولا ما يلزموش. ساعة شو مفهومنا للخيانة الزوجية، وشنو تحديد حد الخيانة الزوجية أستاذ محمد؟ لأنه لابد من البداية نخليه المسألة في إطارها، شنية الخيانة الزوجية؟ ما معنى الخيانة الزوجية؟ قبل أن نضع المسألة في إطارها بتحديد مفهوم الخيانة الزوجية، أود أن أشير إلى أننا قصدا اخترنا عنوان الحلقة الخيانة الزوجية. نعم. يقول القائل علاش ما تكلمناش قلنا الزنا خيانة زوجية، يعني لا تكون إلا داخل الأسرة، خارج الأسرة وقبل الزواج لا تسمى خيانة. أيوة. لا، وإنما أردنا ذلك هي زنا. نعم، الزنا قد يكون قبل الزواج وقد يكون بعد الزواج. تحدثنا عن الخيانة الزوجية باعتبار تطور المفهوم، وباعتبار ما يطرأ من جديد على الساحة الاجتماعية وعلى الساحة الأسرية أو الساحة العائلية. هذا في البداية، والأمر الأول. والأمر الثاني على أن تحدثنا عن الخيانة الزوجية لأننا نولي اهتماما كبيرا للأسرة، والأسرة هي الخلية الأولى للبناء الاجتماعي السليم. نعم. فإذا ما أمكن لنا أن نتحدث عن الأسس الهامة والأساس من أجل وضع الأسرة السليمة والمتوازنة، عندها يمكن أن نتحدث عن مجتمع سليم وعن مجتمع متوازن. نعم. بالنسبة إلى الخيانة الزوجية، الخيانة عندها معنيان اثنان. المعنى الأول هو المعنى العام، المعنى العام حتى عن الخيانة بصفة عامة. نعم. الخيانة هي مخالفة العهود ومخالفة المواثيق الحقة، وتكون المخالفة هذه سرا. يعني وقت نقول أنا خيانة يمكن تكون في إطار الزواج، في إطار الأسرة، يمكن تكون في إطار العمل خيانة مهنية. نعم. يمكن تكون في إطار العلاقات الاجتماعية داخل الوطن خيانة وطنية، يمكن تكون الخيانة خيانة سياسية بين الإنسان وغيره من الناس، بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وخالقه. هذه الخيانة في مفهوم العام. وكلاس يحمد الساعة منذ قليل تحدث عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني الخيانة مرفوضة في الدين، والله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. نعم. الخيانة الزوجية
ابتداء في المفهوم التقليدي هي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، سواء كانت صادرة عن الرجل ولا المرأة، قد تكون من المرأة وقد نعم. تكون من الرجل، يعني قد يخون الزوج زوجته وقد تخون الزوجة زوجها. في المسألة الخيانة مرتبطة بالعلاقات الجنسية فقط هذا في المعنى التقليدي، هذا في المعنى التقليدي. وفي حياتنا المعاصرة ومن جراء وسائل الاتصال الحديثة أصبحت هناك خيانة زوجية من نوع آخر، وسنتحدث عنها فيما بعد وإن شاء الله. كان نتحدث عن الخيانة الإلكترونية وإلا الخيانة الافتراضية عبر وسيلة جديدة، عبر وسائل جديدة من جراء التكنولوجيا الحديثة. مدرسة اللي أنت وسعت المفهوم أستاذ محمد، الواقع الذي نعيشه الذي وسع المفهومة. لكن إذا كان حبينا كنبسطوها للمشاهدين إيش نقول؟ كل حاجة يقوم بها الرجل يؤذي من خلالها زوجته فهو الأمر هذا خيانة، فهذا خيانة. وكل أيا شيء كانت الوسائل والأشكال والأساليب والطرائق. رأى كلامك قد يكون صادما أستاذ محمد. هذا في الأصلي وبالمثال يتضح الحال. أيوة. وكل أمر يقوم به، احنا تحدثنا عن الزوجة الساعة، وكل نعم. أمر يقوم به الزوج ويلحق من خلاله الضرر بالمرأة فهو خيانة. علاش؟ لأن ثم الزواج هو ميثاق غليظ، لك علاش أن قلنا هو عهد ما بين الإنسان وخالقه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هذا هو أمانة، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخون الإنسان الأمانة. وملاحظة أخيرة، سبحان الله، الخيانة الزوجية لا تكون إلا سرا، والخيانة هنا تلتقي مع خصلة من خصال النفاق. تتناقش راهو سي محمد، لا تكون إلا سرا، لأنه راهو في بعض الأحيان يكون الطرف المقابل ليك على علم بأنه الشخص الآخر راهو يخون فيه، ومع ذلك يقبلوا بهذا. لا يخونه معناها مش سرا، لم يخونوش قدامه، أي مش قدامه قد يعلم، ولكن هو على علم بذلك يعلم. أي. لا العملية التي تمت عادة التي تتم سرا. أيوة. لكن يعلم بتعلم بها الزوجة مثلا، ولا الزوج، ولا يعلم بها الزوج. أي. أنا أتحدث على الزوجة لأن في أغلب الأحيان لأنها تسكت وتصمت. أي. علاش؟ نعم. محافظة على الأسرة. نعم. ومحافظة على صغيرتها، ثم من الكلام البرة. صحيح صحيح. هيك علاش تلقاها مسكينة، تلقاها يحصل ما يحصل ومع ذلك تلوذ بالصمت. نعم. وهذا احنا اللي قلنا عليه أستاذ أحمد، مسائل الشرف مسائل حساسة جدا بالنسبة إلى الإنسان، وخاصة في المجتمع الإسلامي مثل هذه القضايا تخلي البعض اللي ربما يعاني من هذه المشكلة ولكنه لا يجاهر، يقول لك استر مستر ربي، خبي الحاجات هذية. هل ترى هذية تراه أمر طبيعي ولا غير طبيعي أستاذ أحمد؟ هو بارك الله فيك، هو الستر مطلوب في ديننا. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا سترت المسلمة زوجها أو ستر المسلم زوجته وتمكن من كظم غيظه وتجاوز ربما المحنة التي ابتلي بها، فالأكيد أن الله سيعد له أجرا عظيما على صبره وعلى تحمله. ليس معنى هذا أن نبرر نفسح المجال للخائن بأن يواصل خيانته. نعم. شنو الأسباب حسب رأيك أنت أستاذ أحمد يتخلي الإنسان يخون أعز شخص؟ ربما شفنا في الروبرتاج قالت يلزم يكون فما الحب متوفر. ساعات يكون في بداية العشرة ما بين الطرفين يكون الحب متوفر، وهذا ينزاح هذا الحب ويخرج عن هذا الطريق القويم وتكون فما خيانة. إذن شنو هي الأسباب حسب رأيك أنت اللي ممكن تخلي الإنسان يخون طرف عزيز عليه؟ الأسباب يمكن أن تكون عديدة ومتعددة، يمكن أن تكون نفسية أو اجتماعية، يمكن أن تكون في مجريات الحياة. إذا ما وأنا سمعت بعض المتدخلين في الروبورتاج يقول إذا توفر للزوجين من بعضهما ما يطلبه الزوج من زوجته وما تطلبه الزوجة من زوجها فربما يعسر أن تكون هناك خيانة. الخيانة عندما لا يجد الزوج حقوقه كاملة لدى زوجته. نعم. عندما لا تجد الزوجة حقوقها كاملة لدى زوجها فالنفس ضعيفة، يقول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفة. هذا لا يبرر، لا نعطي به الحق لمن أيوة. من خان لا أيوة. إنما هذا من العوامل التي تساعد والتي يستغلها الشيطان ليغرر بالإنسان حتى ينساق في هذا المسلك
السيء والعياذ بالله. فالأسباب من داخل العائلة ربما في العلاقات الزوجية، فما أسباب أخرى خارجية، ما أسباب أخرى خارجية، الغواية والإغراء من أطراف خارجية، ويصادف ذلك شيء من التقصير في الحياة العائلية فيحدث ذلك المحظور وذلك البلاء والعياذ بالله. نعم، الخلطة زاد الخايبة تجب تكون سبب، الخلطة اللي مش باهية أكيد تنجم تكون سبب أكيد. من الأسباب اللي تخلي الإنسان يقبل على فعل شنيع كما الخيانة. نعم ممكن، ممكن، لأنه ربما في أجواء عمل أو في أجواء اجتماعية معينة أيوة. يحصل من الإغراء ويحصل من الاستدراج ما يجذب طرفا نحو الآخر. نعم. ولكن تكون معها عوامل أخرى، هي الحقيقة ما نعتقدش أن عامل من العوامل هذه كل عامل يكون منفصل عن الآخر. نعم. معناها أنا نعتقد أنه في المسألة هذه هناك عوامل تتضافر، معناها من الداخل ومن الخارج، فتتهيأ هذه المسألة لتكون نعم. معناها سلوكا مشينا والعياذ بالله. هو هل ترى حسب رأيكم أنتم مشاهدين الأعزاء الخيانة فيها أنواع؟ نجم تكون أنواع الخيانة، خيانة الزوجية واللي يخون مرة زعما ينجم يخون مرة أخرى ولا لا؟ هذه نحاول نطرحوها عليكم أنتم من خلال المكالمات الهاتفية اللي توصلنا عن طريق الرقم 74-621-607. مرحبا بالمكالمة الأولى اللي معانا من القيروان، نمشي والخونة محمد الكافي. أهلا وسهلا بك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله بكل شيء تعمش كافي، اللقب تعمش كافي. أما الأخ قلت له، قلت له كيفي اسمي محمد بركي كيفي، ما نعرف اسم بركة من لقب. مرحبا بك. مرحبا سي محمد، منورنا بحضورك. عايش بارك الله فيك سي محمد. الموضوع حسب رأيك انت كيفاش تتفاعل معاه اليوم؟ وهذه ربما مواضيع قد تبدو من المواضيع الجريئة للبعض لأنه مش متعود أنه نطرحوها بشكل يسير في برامجنا، فكيفاش تتفاعل معاه انت الموضوع؟ والله الموضوع نتيجة لعوم اجتماعية بحتة. أيوة. معناها كلي فما عوامل اجتماعية، معناها أنا بالنسبة لنا معناها عندي 25 سنة لبيت، معناها الحمد لله والشكر لله، أما الواحد أنا الحمد لله معناها في حاجة أخرى، معناها عملي اللي كلمت قبل هو في نوري يعني في قلتك مش كيف اللقب نتاعي أنا راهو محمد برك، مش اللقب نتاعي كيف، أما الأخ اللي كلمني قلت مرحبا مرحبا بك أيا كانت الأسماء، معناها اسم برك كيف ما قلتوش لقب كيف يا خويا، أيا كانت الأسماء مرحبا بك سي محمد. بعد 25 سنة من الزواج إن شاء الله ديما سعادة مستمرة وناجحة، كيفاش الإنسان يحصن حياته الزوجية حسب رأيك أنت ويخليها ناجحة ويخليها سعيدة دائما ويخليها فيها ثمرة الخير الدائم إن شاء الله؟ والله أنت يعني قلت لك أنت والأسرة وأنت والمحيط ومحيط الأسري معناها من الزوج والزوجة والخيانة الله يبعدها علينا وعليكم. أنا مش بيها والحاجة حرام، هو بين الزوج والزوجة هو عقد مبرم. أي. ما بينه وبين زوجته على أساس هو كتب العقد هذاك على أساس لا هي برك، معناها مش كاتب على حاجة معناها أخرى، مش منصوص فيه لا زوج شرعا ولا قانونا. في حياتك العامة في مجتمعنا تسمعش ببعض الحالات سي محمد ترى فيها أنه الزوج وإلا الزوجة تجم تخون ولا يجم يخون الطرف الآخر؟ فهم يا حشيك ما حشال السيدة والمستمعين، إذا لم تستحي فعل ما شئت. نعم. فما مش كلها فما حليل. نعم بيه شكرا ليك سي محمد مع التحية. السيد النوري أيوة بالله ناير أني حبيت أتدخل. مرحبا. ونيت لي عديد موضوعي الليلة محمد مقروين أيوة حبيت على طريق قناة قلم وعلى طريق الأستاذ الحاضرين حبيت نعمل نداء خاطر النهاية حالتي المادية والاجتماعية والنفسية ثابتة. شنو هالنداء هذا؟ شنو هالنداء؟ العنف عندك البنية. شنو هالنداء نتاعك؟ أيوة أنت اللي تحدثنا عن مشكلة الاغتصاب اللي وقعت لبنتك. صحيح. نعم والله صدقني هي حياتي الاجتماعية ماديا ونفسيا ومعنويا ثابتة. احكي لنا على طريق قناة القلم على طريق الأستاذ
يا سي محمد. أنا إمكانية صدقني ما وزوجك تسعى لي وحتى العيد معناها هذا ربع عيد مثل ما نعيد. قداش عندك صغيرات سي محمد؟ عندي حشيت أربعة. أربعة صغار. علاش حشينا؟ بالعكس حاجة باهية. إن شاء الله ربي يكثرها من الذرية الصالحة بإذن الله. ونشكر الأستاذ يا سي محمد بنتك توا. يا سي محمد يا سي محمد اسمعنا، بنتك اللي حكيت لنا عليها رجعت للدار ولا ما رجعتش؟ لا ما رجعتش تو فك الموضوع، فك الموضوع هذاك ما تعبني صدقني، انا تعبني نفسيا. ايش معناتها انت ما تعرفش؟ ما عندك حتى خيط يوصلك لبنتك تو وين موجوده؟ والله ما عندي حتى خيط، حتى الامكانيات ثابت ياسر، حتى الامكانيات ما نجمش. شنو امكانيات فما فيها امكانيات هذيا انه البو يلوج على بنته وينهي ويصل عليها؟ والله صدقني عملت مجهودي، كنت لاباس عليه، كنت نحمد ربي ونشكره وهو ابتلاء ما عند ربي سبحانه وتعالى. نعم. لكن انت ثابت حتى ماديا معناها ثابت ونفسيا ثابت ياسر خطري. انت وجهت النداء؟ الواحد ما في جي واحد. نعم. صدقني الواحد ولا بيت في الشارع وصلت المعلومه. انت وجهت النداء، اذا كان ثم شخص يحب يعاونك من اصحاب الخير مرحبا به، ينجم يكون التواصل ما بيناتكم من خلال الاتصال الهاتفي. شكرا على حضورك معنا سي محمد، مع التحيه والتقدير. برغم اللي انت اليوم بدلت علينا اسمك، لانه المره الفايت اعطيتنا اسم، اليوم اعطيتنا اسم اخر، ومع ذلك سي محمد من اللقب نتاعي مش كثير. بدلت اللقب المره هذه. شكرا، مش صحيح. يعطيك الصحه، شكرا على حضورك، مرحبا بك سي محمد. شكرا سي محمد. الاسباب عديده اللي ممكن تخلي الانسان في المجتمع يوصل الى انه يخون طرف اخر. وفما مشاهدة قالت أن الحب لابد أن يتوفر، ترى أن الحب هو ينجم يحصن هذه العلاقة الزوجية ويخليها بعيدة عن كل أشكال الخيانة؟ في البداية تفاعلا مع الأستاذ أحمد، الأسباب عديدة وعديدة جدا. نعم. لكن إذا ما أردنا تصنيفها نقول في السبب الأول هو انعدام الواعز الديني، يعني عندما يضعف إيمان الناس، عندما لا تجد في الناس أو لا نجد في الناس ذلك الاستحضار للرقابة الإلهية. وقت الإنسان يخاف ربي، يخاف ربي، وقت يبتعد عن كل المحرمات، إذا كانت نحى الحاجز متاع الخوف عندها يرتكب كل شيء. هذا العامل الأول. نعم. العامل الثاني قد يكون مرتبطا بالإهمال، الإهمال قد يكون من الزوجة وقد يكون كذلك من الزوج. انغماس الرجل الزوج، انغماسه في العمل وابتعاده كثيرا عن الأسرة وعن زوجته عامل من العوامل المماهدة لمثل هذا الأمر. كذلك الوسائل الإعلام من جراء ما يحدث ترويج للإباحة وللفساد وللعري إلى غير ذلك، من شأنه أن يقوي هذه الغريزة الجنسية في الناس فيطمحون إلى أشياء كثيرة. ترى فجعتنا شوية سي محمد منذ قليل كيف قلت لنا أنه بعض أشكال التواصل الحاصلة عبر وسائل الاتصال الحديثة قد تكون شكل من أشكال الخيانة الزوجية، معناها الشخص اللي يتواصل مع طرف آخر عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثلا الفيسبوك وإلا من خلال بعض وسائل الاتصال الحديثة، كيف يكون مع طرف آخر ويكون فما تبادل لمشاعر دون أن تكون فما علاقة جنسية، والله هذه هل هذا شكل من أشكال الخيانة الزوجية أم لا؟ حسب أنا أود أن أرجئ هذا الأمر للحديث عن تطور مفهوم الخيانة إلى ما يعبر عنه بالخيانة الإلكترونية ولا الافتراضية، وسنتحدث عنها إذا ما شئت. تفضل. مش الآن. الآن نعم. حبيت أن الجانب اللي تحدثت عليه إذا كانت العلاقة قائمة على محبة. نعم. وقت اللي نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة هذا صحابي خطب امرأة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأنه خطب فلانة. نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ أنظرت إليها؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا قبل الزواج؟ هذا قبل، عند الخطوبة. عند الخطوبة، عند الخطوبة ينظر. زيد وضحانا برشا هذا سي محمد، خاطر راهو البعض ساعات يقول لك لا ما يجيش منه، أنه تشوف الخطيبة والدين يحرم ذلك ويمنع عن كذلك
ورؤية الخطيبة ما تصيرش قبل الزواج. هذا يمكن إن شاء الله يكون موضوع حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لكن نقدم ذلك فنقول في الإسلامي يمكن للخطيب أن ينظر إلى خطيبته. هذا النظر هو الذي سيتحقق عبره التجاوب والانسجام. كعلاش إذا ما اطمأن وإذا ما رضي وإذا ما أحب وإذا ما تجاوب وإذا ما تفاعل الخطيب مع خطيبته والعكس بالعكس، يعني وقتها سهل ياسر باش يطبق هذا الإنسان قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم. والله خبير بما إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يولي غض البصر عنده موجود. أما إذا كان تزوج ولم يحصل هذا التجاوب وهذا التفاعل اللي عبرت عليه المشاهدة بأنه حب، إذا ما حصلش هذا يمكن أن يعاشر زوجته وأن يتواصل مع زوجته، ولكن في المخيلة امتاعه وفي ذهنه أشياء أخرى قد يعاشرها ولكنه يتخيل امرأة أخرى. وفي الدين هذا عندنا حرام. هيك علاش إذا لم يحصل التجاوب فيكون ذلك مدعاة إلى نوع من أنواع الخيانة. وكعلاش في ديننا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن يتخيل الزوج امرأة أخرى وهو يتواصل مع زوجته. أن يتخيل حتى يتخيلها في ذهنه، حتى ولو كان الأمر تخيلا. هذا يعد شكلا من أشكال، يعتبر شكلا من أشكال الخيانة الروحية أو النفسية في ديننا، يعتبر شكلا من أشكال الخيانة الروحية أو الخيانة النفسية. إذن بهذه المسألة الخيانة ليست الخيانة الجنسية فقط. هيك علاش الخيانة الجنسية هي كما يقولوا خاتمة المطافي. وقت اللي نرجع هي تجسيد للخيانة الذهنية ربما الحاصلة في الذهن أو في الشعور أو في العواطف، في الذهن وفي الشعور وفي الكلام ومن خلال شبكات الإنترنت ومن خلال الدردشة ومن خلال التبادل الحديثي. هذه نحب نرجع لها بتفصيل أكثر معك يا أستاذ محمد. ما خلينا ناخذ تليفون معنا توا أخونا أحمد السويد من تونس. مرحبا بك سي أحمد، تسمعنا من خلال التلفزيون فقط رجاء يا سي أحمد، وتخلي من خلال الهاتف فقط، تخلي التلفزيون صوته منخفض شوية خاطر إذا كان بالطريقة هذه راهو مش تسمعنا بشكل متأخر. مرحبا بك سي أحمد. مرحبا أخوي، أهلا وسهلا بك. لا أنا يا ستين. ألو. نعم نسمع فيك. والله أنا يا أستاذ أنا تعرفت للخيانة الزوجية من طرف زوجي، يعني حبيت أوضح لك الموضوع هذا. والله نطلب من الأساتذة كانوا يعطونا الحكم نتاعو شرعا. نعم. مش علينا بالقانون المضي هذا ما نحكوش عليها، ما حبيت من الأساتذة باش يعطونا شنو هو حكمه الشرعي هذا الزنا. أنا تعرضت للخيانة الزوجية من طرف زوجي. معرفة عندي 26 سنة وبنتي معرفة واحد عندي تريوت قريبة هذه تعرف خيانة جوزية تو في طلاق. هذه طلاق هذه معناها الزوج تكون فيها 10 سنين وأنا معناها نسمع من الأعداد وكذا ونحاول باش نرجعها للطريق المستقيم. حاولت معها آخر معناها مع ما بيجيش معها حتى حلقة وقضيتنا في طلاق. شنو تسمع من العباد؟ شنو تسمع من العباد يا سي أحمد؟ شنو تسمع من العباد؟ شنو تسمع؟ شرع هو حالات اجتماعية هي هذه صحيحة. أيوة. حالات ممكن عدم وعي بالدين ممكن. سي أحمد أنت قلت تسمع من العباد، شنو تسمع من العباد يا سي أحمد؟ شنو يقولوا لك العباد؟ أنه زوجتك تخون فيك؟ لكن تسمع من العباد أنه زوجتك تخون فيك؟ يا سي أحمد راهو احنا رجاء كل المتدخلين اللي يسمعوا فينا كيف يتدخلوا يسمعونا من خلال التليفون برك. اذا كان بالطريقه هذه حتى لين شديكها متلف. واضح. نعم واضح. واضح 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 المكالمه. مع الشكر والتحيه ليك
يا سي احمد، سي احمد المواطن الكريم اعطانا شهاده اخرى واقعيه ويقول هذه المساله راهي ماهيش مساله شائعات فقط، ماهيش مساله سمعت من طرف قال لي كذا، وانما ثم تلبس، والتلبس بهذا الشكل شنو حكمه؟ هو يسال عن حكم الخيانه الزوجيه في الشريعه الاسلاميه. نعم. طبعا الخيانه هذه اذا وصلت الى اقصى مداها، يعني الى الخيانة الجنسية، يكون هذا من الكبائر، والكبائر لا يكفر عنها إلا الحد أو التوبة. التوبة والحد في الحالات اللي فيها حدود، وإذا لم تصل إلى حد الحد الأقصى اللي هو المواقعة الجنسية فيكون حكمها الشرعي أنها إثم، وتستوجب توبة وتستوجب رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله يغفر ذنب هذا الذي تورط في مثل هذه الأمور. هذا الذي قام بالفعل، هذا الذي قام بالفعل. نعم. وإذا كان تاب يا أستاذ أحمد؟ من تاب فقد تاب الله عليه، إذا قبل الله توبته وحسنت توبته وصلحت توبته فقد تاب الله عليه. والطرف المقابل نجم يسامح؟ الطرف المقابل من حقه أن يتتبع بالطرق القانونية، معناها شرعا بالنسبة لي إذا كان تاب الشخص الطرف المقابل لا جناح عليه إذا كان يغفر لمن أخطأ. بالعكس سيكون له أجر عظيم عند الله تعالى، لأنه ربي سبحانه وتعالى هو خطأ من الأخطاء صحيح، هو يمس الكرامة، يمس النفس، يمس الشرف، ولكنه هو خطأ جسيم. نعم، ولكن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطأ ليه توبة. هو مهما كان الخطأ إذا تاب فقد تاب الله عليه، وإحنا نقرأه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث الشريف ألخصه بالمعنى. نعم. أن رجلا قتل 99 نفسا فسأل هل لي من توبة، فدله على عابد متنسك، فقال له هل لي من توبة، قال له كيف تقول أنت قتلت 99 نفسا لا يمكن أن يتوب الله عليك، فأخذ سيفه وقتله، فصار مطلوب في 100 نفس، 100 نفس بعد ما كان مطلوب في 99. بعد استفاق ورجع لنفسه وقال ماذا فعلت، أنا كنت في مسؤولية 90 روح أصبحت في مسؤولية 99 روح، أصبحت في مسؤولية 100 روح. نعم. فسأل هل من يدله على من يرشده، هل له توبة، فدله على عالم. نعم. العالم قال له نعم لك توبة، وأنت توب وأخرج من هذه الأرض التي أنت فيها، وأقصد الأرض كذا فإن فيها قوما صالحين، معنى هذه ربما أرض فيها خبث وفساد، تحول إلى أرض أخرى. نعم. وهو في الطريق حضر أجله فمات، فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتنازعه من يأخذه. ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول هو لم يصل بعد إلى. نعم. فأوحى الله إلى الملائكة بأن يقيسوا أي إلى أي الأرضين أقرب، فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. نعم. يعني مهما عظم الذنب فالله غفور رحيم. نعم. وإحنا في الأثر تشبه بأخلاق الله، مطلوب ممن هضم حقه أن يعفو ويغفر، وما فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. وطبعا رغم صعوبة الموقف فلكن. نعم. هوني ما هو حفاظا على تماسك الأسرة، لأنه ساعات الإنسان يخطئ، وفما برشا ناس راي تشاهد فينا الآن يا أستاذ أحمد، فما برشا ناس تشاهد فينا الآن غلطت وأخطأت، ربما خانت، ربما خانت في يوم من الأيام، ولقد ضميره يأنب فيه ويقعد إحساسه ربما ما هوش مرتاح، ومع ذلك الكلام هذا مريح، لأنه الإنسان اللي يغلط ويتوب ويرجع إلى الطريق القويم والصراط المستقيم فرحمة الله واسعة، وإن شاء الله يقبلوا بمغفرته وبرحمته. الله تعالى يقول وإني لغفار، وإني لغفار. نعم. لمن تاب لمن تاب وأصلح وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني باب التوبة ما
مفتوح على مصراعيه التائبين. نعم. ربي يتوب على الناس كلها. نعم. نواصل مع المكالمات الهاتفيه ورقم الهاتف 74 621 607. ديما نذكركم بموضوعنا اللي هو الخيانه الزوجيه، اسبابها، اشكالها وطرق علاجها اذا كان ممكن ان نتحدث عن طرق علاجها. المكالمه اللي معانا اختنا نجات من صفاقس. مرحبا بك يا نجات. اهلا وسهلا بك نجات. يعيشك، مرحبا بك. لان حبل الدخل في الموضوع هذايا، معناتها هي تبدا من التربيه قبل كل شيء. نعم. التربيه نتاعنا في الاسره ولات بعيده ياسر على الدين، ما كانش نحكيو على الدين. احنا وقت ردوا صغارنا نصحوهم معناتها بكل شيء ما هو ديني، في كل تصرفاتهم، في كل حركاتهم. هذا حلال، هذا حرام، ما تصيرش تعمل هكا، اعمل هذه وما تعملش هذه. هذيك التربية، هذيك التوعية الدينية هذيا ثبت فيهم وثبت في أنفسهم وفي سلوكهم كل ما هو حلال وكل ما هو حرام، كل ما هو يجوز لك أنت باش تعمله وكل ما هو ما يجوز لك، معناتها ما تتعديش حدودك مع ربي ومع الناس كيف كيف. نعم نعم. معاملات نتاعك ما تكون محسوبة عليك أنت. فعلا. احنا هذيا احنا تربيتنا هذيا بعد تيسر على الأمور الدينية، ما بقناش نحكيو مع صغارنا مع الأمور الدينية هذيا. أنت تطرح في موضوع كبير برشا يا نجات، وهو دور الأسرة في أنه تربي صغارها على قيم وعلى أخلاق اللي تجم تحصنها من كل زلل. وإذا كان ثم حوار صريح ما بين الآباء والأبناء في مثل هذه المسائل ينجموا يخليهم منورين في مستوى الطريق اللي يسيروا فيه ويبتعدوا قدر المستطاع عن كل الأخطاء. أيوة. الحوار متوفر في عائلتك بينك وبين صغارك؟ نعم. الحوار متوفر في عائلتك يا نجات؟ أي متوفر في عائلتي، وأنا قدرتي به هذيك تربيتي مع أولادي. معناتها أنا نثبت فيهم الأمور الدينية ونوعيهم ونخليهم معناتها ماشيين على الثنية الصحيحة، باش نهار آخر هذيك الكلام اللي نقولوا لهم أكيد مش يجي نهار آخر ومش يستعملوه هما في حياتهم وقت يكبروا. نعم. مش يلقاوه. نعم. يعطيك الصحة يا نجات. وثم حاجة أخرى زيادة، تو احنا مثلا في العقد القران. أيوة. في عقد القران الشيخ وقت يعقد القران بين الزوج والزوجة، ايش يقول الشيخ؟ يقول يذكر آية من آيات الله عز وجل واللي هي قل فيها سبحان ربي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. حتى ولو هذه معناتها ميثاق بين الزوج والزوجة يجب أن يكونوا ديما يتبعوه، حتى ولو ما كانش نسمعت باش وخيين ما ثماش حب بيناتهم، ما ثماش كذا، ما ثماش كذا، علاش انا ما نعمل اعذير ونعمل خليه مجال مفتوح؟ شو معناتها؟ معناتها ما ثماش حب بين الزوج والزوجه، يقوم الزوج يخون زوجته ولا الزوجه تخون زوجها. احنا ما بعد الزواج، سبحان الله، بعد الزواج من بعد يجي الحب والموده مع تربي هذيك اخلاق الشيء هذيك في الزوج والزوجه. تتولد العشرة، تتولد قيم أخرى. نعم. تسمى المودة والرحمة. أنت بعد هذية بعد ما تزرع فيك الشيء هذيك صعيب أنت باش تقوم تكون زوجك ولا تكون زوجتك. نعم نعم. يصعب عليك هذا الشيء هذية. وقتاش يولي مجال مفتوح؟ وقت أنت ما تتخلقش بالأمور الدينية، وقت أنت ما تعرفش اللي الشيء هذيك شمش يقول عليه في المجتمع وقدام ربي، شنو أنت شنو ال معناتها العقاب اللي انت مشتراه قدامك سواء من المجتمع من ربي سبحانه قبل كل شيء ومن بعد من المجتمع، تولي عندك امور تافهه وتولي المجال عندك مفتوح. نعم. شكرا لك يا نجات، مع التحيه على تواصلك وعلى حضورك معنا في زدني علما. سي محمد، الكلام اللي كانت تقول فيه المشاهده الكريمه على قدر كبير من الاهميه، دور الاسره في ترسيخ قيم واخلاق نبيله يلزمها تتوفر باش تكون باش يكونوا الابناء محصنين من كل هذه الاخطاء، وهذا ضروري. هو دور الاسره كبير. نعم. والاسره منطلقها الزوجين. وحبيت نرجع للمشاهده الكريمه. نعم. راهو الدين هو الذي يهذب النفس،
وهو الذي يدعو إلى الصبر عندما يبتلى الإنسان في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه ولا في ثمرته إلى غير ذلك. أما الدين نفسه كذلك فهو الذي يدعو إلى أن تقوم هذه العلاقة الزوجية على أسس متينة. وأول أساس تحدثنا عليه من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هوش قول هكا عفوي وألا تلقائي. أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة والصحابي قال اذهب فانظر إليها، هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعطي الجانب التفاعلي والجانب المودة اللي تنشأ من خلال النظر، من خلال النظر، من خلال ثم نعم من خلال النظر ثم فيما بعد تتوطدوا. وهيك علاش في بعد يلقى حتى يلقى بعض الأشياء التي يكرهها من زوجته، كيف ما الزوجة تلقى من زوجها ما تكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي ما يكرهش المؤمن المؤمنة، إذا ما كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هكا وعاشرهن بالمعروف، هكا في مجال العشرة. أما في مجال العلاقات التي تبعدنا عن مثل هذه الآفات لابد من وجود أسس صلبة ومن مقومات هامة حتى يقوم بنيان الأسرة يكون قوي ويكون النتائج نتاعو نتائج طيبة. حبيت نرجع للكلام نتاع سي أحمد لأنه مهم. راهو المتدخل عندما تحدث عن الحكم الشرعي، راهو كما قال سي أحمد منذ قليل على أن حفظ الناس اللي جي تحته حفظ العرض راه كلية من الكليات، وأن من ارتكب ذنبا فيما يتصل بالعرض ينبغي أن يقام عليه الحد شرعنا، ينبغي أن يقام عليه الحد، وذلك صريح من خلال قول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في كلام ربي سبحانه وتعالى. وفي أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك، تلك المرأة التي زنت وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت بذنبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بها للمرة الأولى والثانية، ثم فيما بعد قال امشي حتى لين تضع حتى تضعي، ثم بعد الوضع حتى باش ترضع الوليد وتفطمه، ثم فيما بعد أقام عليها الحد. علاش؟ حتى لأن ما ريناش حاجة في الدين، ما ثماش حاجة فصل فيها ربي سبحانه وتعالى الكلام تفصيلا كبيرا أكثر من حديثه عن الأسرة. ترجع للقرآن، جانب كبير من القرآن يتحدث عن الأسرة. إذن الحفاظ على الأسرة هو القاعدة. قاعدة لأن في الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع. والمجتمع هذا كامل في ديننا قائم على الطهر وقائم على العفاف. هكا علاش الرجل يبحث عن الحكم الشرعي؟ هو طلاق لو كان حاجة أكثر من طلاق لفعلها. وعلى الأقل في واقعنا الذي نعيشه، في واقعنا الذي نعيشه الطلاق ما يمكنش لامرأة خانت زوجها في فراشه، خانت زوجها، ألا أن ينتظر منها مش تجيب له نبتة طيبة ومش تجيب له ذرية طيبة ومش تربيهم تربية طيبة. يعني العلاقة اللي على أساسها قام الزواج اتنحات، اللي هي الثقة واللي هو العفاف واللي هي الطهر. كيف يمكن أن تستمر الحياة بخيانة؟ يا سي محمد، ما هو نترك باب أيضا التوبة مفتوح. أنا لا واللي غلط وأخطأ وقال لك أنا أعترف بذنبي. أنا راني مانيش قاعد أسمع، أنا مانيش قاعد أتحدث من تلقاء نفسي. نعم. وإنما أتحدث عن حكم شرعي صريح. في حياتنا مثلا لو أن الزوجة تفطن إلى أن زوجته ارتكبت إثما في البداية واستطاع من أن يعيد إليها رشدها وإلا العكس فالأمر مقبول وطيب. نعم. أما إذا تذقل لك 10 سنوات وتفطن إلى زوجته وهي متلبسة، أما صفح وأما مازال إيش مازال بيناتهم؟ معناها إذا كان واحد يرضى، إذا كان الواحد يرضى على أن 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 تعاشر زوجته غريبا ثم فيما بعد يقول من باب الصفح، هذه وحد حدودا فلا تنتهكوها. قال ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم سي محمد معنا اللي خان مرة كما اللي خان 20 كما اللي خان 100 ماني هيك علاش كلامي كان دقيق جدا. أي. إذا في البداية وثم لو كان احنا عندنا تو تدخل من الأخصائيين النفسيين يقولون عندنا تدخل راهي ثم علامات تظهر للزوج وإلا تظهر للزوجة من خلالها يتفطن إلى أنه أو أنها يقوم أو تقوم بعلاقة جنسية مع غريب أو مع غريبة.
تم علامات، تم مؤشرات. هكا اذا ما استطاع، اسمعوا الوازع اكبر وازع ما يقلاش انت عملت، والا هي تقول له انت عملت، لا، وانما يعرض لها ربي سبحانه وتعالى. نعم. راهو ربي ما يحبش هكا، راهو تذكر ربي لا غير ذلك، مقبول. اما اذا ما استمرت العلاقه ولانه تفطن الى زوجته متلبسه والعكس. نعم. كذلك. نعم. هذه ايش فيها من صفح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم على ان الديوث لا يدخل الجنه ولا يشم رائحه الجنه. والمقصود بالديوث، والديوث هو الذي يرضى لاهل الخبث. نعم. ولا يمكن هذا دين، هذا دين. انت سالت عن اراء اهل الاختصاص من. نعم. القانوني ومن علم النفس ومن مختلف الاختصاصات، وهيك علاش احنا عدنا الى اهل الاختصاص في هذه المجالات وسالناهم عن الاسباب وعن الحكم وعن النتائج، فهذه الحصيله في هذا الروبورتاج. شنو هي اسباب الخيانه الزوجيه حسب رايك؟ الاسباب تنجم تكون عديده، اجتماعيه، نفسيه، ثقافيه، لكن مش نخصص بالذات الجانب المرتبط بالجانب الديني، الجانب الشرعي، الجانب الايماني، لانه المؤمن يعرف ان الله سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فما رابط قوي ما بين الوقوع في تهمة الشرف أو في خطيئة الشرف اللي هي هنا عبر عليها الله سبحانه وتعالى ويحفظ فروجهم، واللي سبقها وهو غض البصر. فإذا كان الإنسان ما يغضش البصر متاعه وما يمنعش نفسه من هالمقدمات هذه اللي تقدم له لجريمة الزنا، فإنه يمكن يوقع فيها. ونتحدث على الزنا على اعتبار أنه الخيانة الزوجية هي أساسا الزنا. صحيح أنه الزنا في الأصل هو خطيئة محرمة، لكن وقت اللي تصبح خيانة مع شخص متزوج والشخص هذاك متزوج، مش تكون خيانة زوجية ومش تكون جريمة مضاعفة. أسباب متعلقة ممكن بعدم الانسجام، وجود تفاوت كبير في المستوى بين الزوجين، الفارق في السن عنده دخل كبير، كثرة الأبناء فيما بعد، مسألة الإنجاب، مسألة التربية، الاختلاف في كيفية تربية الأبناء. وقت اللي تتسرب إلى حياة الزوجين كل ما هو ملل، كل ما هو روتين، وقت اللي تغيب المصارحة ويتعسر التواصل من بيناتهم، وقت اللي يبدأ أي فرد منهم، الزوج أو الزوجة، تمر بفترة صعبة. المؤشرات هي أكثرها باطنية أكثر منها ظاهرية. وقت اللي يتغير سلوك أحد الزوجين على العادة متاعو، لأنه بالعشرة كل زوج، كل طرف من الزوجين يولي يعرف الآخر، حتى احنا نقوله من غير كلام. وقت اللي تتغير السلوكيات هذية يولي إمكانية فكرة الخيانة تكون موجودة. عديد المؤشرات، منها من يشاهد عينا مباشرة، يرى في زوجه ولا في زوجته صدفة ترافق أحد الأشخاص من خلال علاقات مشبوهة، من خلال قد يبلغ إلى سمعه، معناته أنه زوجته ولا زوجه يرتكب في حوايج مشومة. توا خاصة مع تطور وسائل الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الهاتف النقال. كيفاش تتعامل الزوجة مع خيانة زوجها، وإلا العكس بالعكس الزوج يتعامل مع خيانة زوجته؟ هذه يرجع للعديد من العوامل، لأنه مش كيما نتصرفوا مع الخيانة أول مرة مش كيف ما نتصرفوا مع الخيانة المتكررة. أكيد أنه في كلتا الحالتين أحسن حاجة هي المصارحة ما بين الزوجين، يعني إذا أحد الطرفين حس بتغيير الآخر أو تغير في سلوك الآخر يعطيه الإشارة ويحكي معه يعني مباشرة. والمصارحة هذه مش تفتح باب الحوار والتواصل السليم، وبالتالي إذا كان أول خيانة هذاك الوقت ممكن احنا ما خليناش المجال أنها تزيد تتكرر. نقعد ديما في الجانب الديني، خاطر عالم النفسي نجم ينصح وعالم الاجتماعي نجم ينصح. احنا في الجانب الديني عندنا حالتين. الحالة الأولى أنه الزوج أو الزوجة اللي ارتكب الخيانة الزوجية شعر بعد الخطأ أنه وقع في الخطأ، ومش يتوب منه ومش يحاول يعالج نفسه. هون الطريق الأسلم للمعاملة من الطرف الثاني أنه يصبر على اللي صار وعلى الواقع اللي هو فيه، ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه يغفر للطرف الثاني
ويدعي له إن شاء الله بالصلاح وبالتوبة الصادقة. إذا لمس فيه التوبة فالمفروض أنه يقع تجاوزها إن أمكن بالطبيعة. بالطبع إذا كان الأنفس ما قبلتش ما نجبروش إنسان على أنه يبقى في علاقة زوجية مع شخص ما عادش يرتاح له. موقف القانون من الخيانة الزوجية حسب رأيك؟ والله الموقف القانوني واضح وصريح. الخيانة الزوجية لو كان نحب نعرفوها كاصطلاحا معناتها في بصفة موجزة هو يعني إخلال أحد طرفي عقد الزواج بواجبه المحمول عليه عقدا وقانونا، ومتمثل خاصة في واجب الوفاء والإخلاص. كيفاش باش نقدروا باش نعرفوا القرين هذا التزم بواجباته من ناحية هذه ولا يعني قد يصلوا مع كما كنت نحكي لك تو مجردا وعلاقة حتى بنظرة إلى شخص آخر مغازلة طريقة تعامل قد تصل أحيانا إلى حدها الأقصى في ركنها المادي والارتكاب المحظور أي علاقة جنسية كاملة بين طرفين غير الزوج أو غير الزوجة. هذه هي الخيانة يعني في مفهوم القانوني. أثارها عندها أثار على المستوى المدني، يمكن المتضرر يعني من الخيانة أن يطالب بالطلاق للضرر، وكذلك عندها تتبعات على المستوى الجزائي قد تصل به إلى السجن. مشاهدينا الأعزاء، مدانة شرعا، مدانة قانونا، مدانة عرفا، مدانة أخلاقا، فلما نجد مثل هذه المظاهر من السلوك المرفوض في حياتنا، في بعض ما يسود أيضا مجتمعنا اللي كما قلنا يهدد تماسك المجتمع وتماسك أسر المجتمع. مكالماتكم الهاتفية قاعدة